مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية. موازنة العام 2022 في العراق. أنجزت وزارة المالية مشروع موازنة عام 2022 في خضم تحدي الأزمة المالية بسبب جائحة كورونا والفساد المستشري، واللتان أجبرتا حكومة الكاظم على اتخاذ قرارات عدة، من بينها اللجوء إلى الاقتراض وخفض قيمة الدينار أمام الدولار لتوفير رواتب الموظفين. في موازنة العام القادم تم احتساب سعر برميل النفط بمعدل 50 دولارا للبرميل الواحد، وهذا يعني بحسب المحللين الاقتصاديين، رغم أن العراق هو ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، لكنه يمر بأسوأ أزماته الاقتصادية، حيث تضاعف معدل الفقر في البلاد عام 2020 وصار يناهز 40% من السكان البالغ عددهم 40 مليونا وفق البنك الدولي، بينما خسر الدينار العراقي 25% من قيمته. الحكومة الجديدة سيكون لها منهاج قد يتفق مع الموازنة أو لا، وفي حال تأخر إقرارها فستعتمد على قانون الإدارة المالية 1/12 من المصروفات الفعلية لكل شهر. أما وزارة المالية فقد أكدت على أن العراق يتفاوض مع صندوق النقد الدولي على قرض يتراوح بين 3 إلى 4 مليارات دولار، هذا بالإضافة إلى رفع مستوى الاقتصاد والذي يعتمد على حجم المشاريع الاستثمارية، إذ كلما زاد سيرتفع معدل التشغيل أكثر ويتحسن الدخل. لكن أهم المعوقات تكمن بأن حجم الاستثمار في العراق ضعيف، والموازنة تذهب بمعظمها إلى الجزء التشغيلي. القطاع الخاص لا يزال يعاني من عدم فاعليته بشكل يتناسب مع قدراته في إدارة المشاريع، ولا تزال الحكومة تتدخل بالكثير من المفاصل الاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي يتطلب تسليط الضوء على الشركات وتحديد مساراتها المستقبلية وتفعيل دورها الاقتصادي، في حين تتجه المؤشرات العالمية نحو تعزيز دور القطاع الخاص في قوى السوق وإعطاء مساحة أكبر لتفعيله. المراقبون يتوقعون انتعاش الاقتصاد خلال 5 أعوام مقبلة وتجاوز إنتاج النفط الخام 6 ملايين برميل، إذ سيتعاظم الطلب العالمي على المحروقات وترتفع معدلات نمو الاقتصاد العالمي، وسيدخل وباء كورونا دور الخمول والتلاشي.